أنا يعقوب أحمد عوده من ليفتا، رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة ليفتا المهجرة. أنا لما باجي وكل فتاوي، أنا بشعر إنه هون الأكسجين، هون الأكسجين، هون أول مرة أنا فتحت عيني على النور، أول مرة استنشقت أنا الهواء هون في ليفتا. أنا لما بعود الآن بشعر وكأن الجرح يعني انفتح من جديد. شو القصة؟ What's the story؟ قصة ليفتا قصة فلسطين، قصة أرض وطن اغتصب وشردوا أهله في أنحاء العالم، قصة ليس لها مثيل في العالم، لأنه الاحتلال القائم ما في له مثيل في أي مكان آخر. بس بقول طال أم قصر هذا الاحتلال فنهايته إلى الزوال. سبقت احتلالات في التاريخ، كلهم عبروا راحوا، وبقيت فلسطين وبقي شعب فلسطين. الحياة الجميلة اللي عشتها هي في ليفتا، الطفولة، الطفولة في بيت أمي وأبوي وفي دفء حضن عيلتي، الطفولة في ساحة العين، الطفولة في جناين ليفتا، بساتين ليفتا، وأنا ألعب مع أترابي من أبناء ليفتا ومن أقاربي. أذكر لأني في ذاك الوقت ما كان في إشي يشغل مخ، ولا تلفزيون ولا كمبيوتر، الحياة المحيطة فينا، فقريتي هي عالمي، هي محفورة في ذهني، وأنا كبرت وهي كبرت معي، وكبر حبي إلها معي. هي قبلتي، هي جنتي. يعني أنا حكيت عن الحياة الجميلة كلها اللي عشناها في ليفتا، وبعدها أجت الحياة النكدة والتنغيص والقهر. On May the 14th, 1948, the last British detachments left the Holy Land. War broke out. Once again, in tragic circumstances, delegates of the International Committee of the Red Cross had arrived from Geneva and were, from the first hours of the fighting, on duty. Hospitals were an immediate concern. Soon there were prisoners of war on both sides, exchanges of population. In Jerusalem, security zones were set up to shelter hundreds of non-combatants. أذكر يوم أجا أبوي وحمل أختي على كتافه ومسك أخوي الصغير بيده، وأنا وأختي وأمي مشينا وراه، نزلنا على الواد بعيد عن نظر العصابات الصهيونية، ومشينا الواد الواد، ثم لابد نطلع على الشارع. أبوي طلعنا وراء أبوي على الشارع، يعني شارع القدس يافا، وهناك في الطريق أطلقوا النار على أبوي، وبالتالي صابته طلقتين في الكمباز تاعه اللي هو الثوب اللباس التقليدي، ولم يجرح. واستمرينا، لقينا هناك في ترك، الترك هذا كان يعني على ظهره أربع عائلات وأمهاتهم، وإحنا صرنا العائلة الخامسة، الأطفال الخامس. أبوي تركنا ورجع على البلد، وظل أبوي في البلد لبعد دير ياسين، وإحنا السيارة الترك يعني ماشى. في ساعة زمان صفينا لاجئين، كيف يعني كنا في وطننا أعزاء كرماء، كنا ملوك.
أهل ليفتا قبلوا التحدي، شكلوا هاي الهيئة وهي تعمل تناضل من أجل منع هذا المخطط، مخطط 6036 اللي بقضي يبني 259 فيلا على أرض ليفتا ومركز تجاري وفندق استجمام وأيضا متحف وخدمات كثيرة وأسوار استنادية، لن تبقي ولن تذر شيئا من هاي القرية الكنعانية الإسلامية العربية الفلسطينية، لن يبقي منها شيء. هاي قرية كنعانية مر عليها الكنعانيين الرومان اليونان الفرس حضارات كثيرة. أهل البلد شعروا إنه بلدهم مستهدفة، بيوت الآباء والأجداد مستهدفة، تاريخهم ذاكرتهم، الذاكرة هي التاريخ الوجود مستهدفة بمخططات ستدمر وتحول ليفتا إلى رماد وإلى أبراج غريبة ما إلها صلة بهذه المنطقة. وإحنا مستعدين ومشمرين عن سواعدنا نظل للناضل بكل ما أتينا من وسائل وقوة حتى يوقف هذا المخطط وتبقى ليفتا شاهدة على التاريخ، شاهدة على النكبة. أهل ليفتا في الأراضي المحتلة هون وأهل ليفتا في الشتات كمان توجهوا لليونسكو طالبين يعني تسجيل ليفتا في المحميات، في سجل المحميات. وفي ليفتا ما يستحق الكثير من هالحماية، بيوت الآباء والأجداد، مسجد ليفتا، معصرة ليفتا، نبع ليفتا، مدرسة ليفتا، بساتين ليفتا، جناينها، هذا كله يعني يستحق أن ينال الحماية والحماية الدولية. مش بس اليونسكو سجلته في سجل المحميات التمهيدية، كذلك صندوق التراث العالمي في نيويورك سجل ليفتا ضمن أكثر 25 موقع أثري مهدد. فتصوري دائرة أراضي إسرائيل، دائرة ظاهرها لكل هالحاجات هاي، يعني إسرائيل الدولة الوحيدة اللي خلقت بقرار من الأمم المتحدة، وإسرائيل الوحيدة اللي دائرة ظهرها يعني بتصم آذانها لقرارات الأمم ومواثيق الأمم المتحدة. حلمي، أنا حلمي العودة، أن أعود وأن أرى في حياتي العودة زي ما شفت النكبة والتشرد، أشوف العودة، العودة، العودة اللي هي العزة والكرامة في بلدنا، في أرضنا، في وطننا، أحرار زينا زي العالم تحت الشمس.